جنوب السودان دولة عزيزة على قلبي جدا وبعتبرها بلد التاني، زرتها كتير جدا وكل مرة بزورها ما بحسش ان انا في بلد غريبة، بالعكس بحس ان انا وسط اهلي وناسي. ودلوقتي من جنوب السودان معانا دكتور دويو ماتوك، وزير الاستثمار لدولة جنوب السودان. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا بيك فعلا، نورتنا في زوم افريكا. الله يسلمك، بارك الله فيك. دكتور، عايزين بقى نتكلم شوية عن جنوب السودان والاستقرار، وبعد مارس 2020 فرص الاستثمار والمناخ الاستثماري في جنوب السودان. نعم طبعا، جنوب السودان مرت في الفترات الماضية في تجربة عصيبة ودخلت في الحرب الأهلية، ولكن القيادة السياسية قررت أن يوقع اتفاق السلام 2018، مما فتح آفاق كبيرة جدا للاستقرار، وبالتالي الأوضاع الاستثمارات الأجنبية. وفي عام 2020 سعادة الرئيس الجمهورية أعلنت عام 2020 عام الاستثمار، ووجه الوزارات القطاع الاقتصادي لإعداد البرنامج لعام الاستثمار، وقمنا بذلك البرنامج وأعلنا كثير من المشروعات، نفذت أكثر من 60% من برامج عام الاستثمار في أعمارها الأولى، ولكن نحن ستنواصل في تنفيذ هذه المشروعات الطموحة بالنسبة لعام الاستثمار. أولى هذه المشروعات عام الاستثمار هي تعريف عن جنوب السودان وبقيامة المعارض للاستثمار الأجنبي في جوبا، وأيضا المشاركة في المؤتمرات الدولية، وكنا شاركنا في شرم الشيخ في منتصف هذا العام، والوفود لجنوب السودان شارك في كثير من المعارض الخارجية بما في ذلك الإكسبو دبي 2020، وهنالك أيضا كثير من البرامج الحادثة في الفضائيات المحلية والأجنبية. أيضا من البرامج العامة للاستثمار هي تخطيط للقيام المسح كامل بالنسبة للموارد في جنوب السودان، ونحن قدمنا الخطة للمجلس الوزراء وجيزت، ونحن الآن في شدة تنفيذ هذا البرنامج. طيب، هناك كثير من الأنشطة التي تحدث لتعريف بجنوب السودان. طيب سيادة الوزير، حضرتك ذكرت عامل الاستثمار، أنا عايز أعرف إيه المجالات إن الحكومة دلوقتي مركزة عليها كأولوية؟ نحن الحكومة جنوب السودان وخاصة سعادة الرئيس اتبنت القطاع والطرق والكباري، واستقبلت الطرق الرابطة بين جمهورية جنوب السودان وشرق أفريقيا وجنوب السودان والسودان وجنوب السودان وجار لإثيوبيا، وهذه المشروعات قد بدأت فعلا تنفيذ المشاريع البنية التحتية خاصة الطرق والكباري. والوزارة للاستثمار اتبنت ثلاثة أولويات. الأولوية الأولى هي الاستثمار في مجال الزراعة، وخاصة تأهيل المشروعات التي تحدث للإنتاج الزراعي، ومحاربة الجوع في إفريقيا. والخيار الثاني في الوزارة للاستثمار هي التعدين، هي بلد غنية جدا بالنسبة للمعادن، لكن هنالك عدم وجود بعض القوانين التي تحدث للحماية التعدين، ومحاولة للدخول في تعدين بطرق الذي ممكن تستفيد منها الدولة. الخيار الثالث بالنسبة لنا كأولوية أيضا هي السياحة، وجنوب السودان معروف في شرق أفريقيا كواحد من البلدان لها إجراء حيوانية كبيرة، ولدينا أكثر من 12 عزيرة دولية، وربما أنه جنوب السودان هي أفضل كثير جدا من
بعض الجوار مثل كينيا وتنزانيا، ولكن نتيجه للبعض الاوروبيه اللي كانت موجوده هم الذي القطاع. والان نحن مع وزاره السياحه نحول لايجاد الفرص في هذا المجال، فهذه اولويات بالنسبه لنا في وزاره الاقتصاد. وبكل تاكيد الوزاره القطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي سواء كان التعليم والصحه لها اولويات ايضا، وهي الان تنشط في تنفيذ هذه الاولويات. سياده الوزير، حضرتك ذكرت من شويه ان يعني اما حضرتك توليت منصب الوزاره كنت بتعدل كتير في قوانين الاستثمار عشان تكون جاذبه. عايزين نتكلم عن القوانين الاستثماريه لاي مستثمر عايز يعرفها ويجي جنوب السودان. انت عارفين استاذه سالة، جنوب السودان اخذ استقلال 2011. صحيح. وهذا يعني ان احنا استفدنا كثير جدا من تجارب الاخرين. احنا استفدنا من تجارب كثير من الدول الذين التي حقيقه نجحت في الدخول في عالم الاستثمار. قانون جنوب السودان من افضل القوانين في المنطقه. الجانب الذي يمكن تحتاج لتعديل هي الهياكل، لان الوحده اللي كانت موجوده هي هيئه الاستثمار العامه، ولكن الاتفاق السلامي المنشط عدلت هذا الهيكله الى الوزاره، هيكله وزاريه، وهي الجانب الوحيد التي تحتاج لتعديل. ولكن الميزات هي موجوده، ميزات جميله، ليس هنالك حقيقه مشكله في قانون الاستثمار في جنوب السودان. سيادة الوزير، خلال طبعا زياراتي للكثير المتكررة لجنوب السودان بلاقي مستثمرين كتير بيسألوني احنا عايزين نيجي الجنوب، ايه خطوات؟ يعني اخد تأشيرة، اعمل ايه، اتوجه لأي وزارة بالضبط علشان ابدأ تأسيس شركة، واي مجال يعني انا هبدأ فيه يكون سهل؟ انت عارفين ان احنا الدولة حديثة نحاول لتأسيس الموظفات، وربما انه نحن نعاني من عدم التنسيق، ولكن بعد اجازه سياسه وزاره الاستثمار من قبل المجلس الوزراء، ونحن الان بنحيو لتقديمها للمجلس التشريعي لجنوب السودان البرلمان، نحن متاكدين انه الامور سيكون احسن، ونحن حذفين لاستجلاب الاستثمارات الاجنبيه. وبكل تاكيد منافسه الاخوان في الاقليم في هذا المجال، وهذا هي اهم واولى اولويات بالنسبه لحكومه جنوب السودان بقياده رئيس الفتيل ميال. سياده الوزير، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا احنا في اعياد الكريسماس، وحضرتك ذكرت حضرتك موجود في القريه مش كده؟ في اويل تقريبا. عايزين نعرف من حضرتك. نعم. بقى الاجواء، اجواء الاحتفال. انا موجود في مسقط الراسي، وهي مدينه رياض مطله على دارفور جزار مدينه دعين، يصلنا كيلومترات، واجواء هنا اجواء شتويه، جو لطيف، وبكل تاكيد هي اجواء كريسماس. نحن الان رغم وجود جائحه كورونا في جوبا وفي جنوب السودان، ولكن نشعر انه هذا المرض ليس منتشرا في القريه هنا، ونحن الان نحيو لاستقبال اعياد الكريسماس. تمام. عايزين نتكلم عن العلاقات المصريه الجنوب السودانيه في الاستثمار. طبعا شقيقه مصر لدينا علاقه رابطه قويه جدا في كل المجالات، وكان التنسيق في مجال الاقتصادي او مجال السياسي. نحن حكومه جنوب السودان برئاسه السيد رئيس الوكيل بيعطي اولويه كبيره والاهتمام بالنسبه للمستثمرين المصريين، وحاجه جدا بالنسبه لنا في الوزاره للاستثمار وفي حكومه جنوب السودان ان نقدم دعوه شامله بالنسبه للمستثمرين المصريين لكي يزوروا جوبا ويحاولوا انه يستثمروا في هذا البلد. جنوب السودان هي شقيقه للمصر، وجنوب السودان استفادت في الايام الماضيه، خالفوا بيزات
في مجال التعليم، كثير من القيادات الموجوده الان في سلم الاداره والقياده اغلبيتهم من خريجي الجامعات المصريه. لدينا علاقه قويه جدا ونحن بكل تاكيد عارفين انه لدي مصر قدرات هائله لاستعداد الطفره الصناعيه في جنوب السودان. نحن ندعو المستثمرين المصريين للقدوم لجوبا والاستثمار في جنوب السودان خاصه في مجال الزراعه. مصر متطور جدا في هذا المجال. نريد لجمهوريه مصر العربيه ان يساعد جنوب السودان في هذا المجال الزراعي بالذات. دكتور دويا ماتوك وزير الاستثمار لدولة جنوب السودان، بنشكر حضرتك النهارده في زوم افريكا، نورتنا. شكرا، وانا سعيد جدا اخت تالا وتيم العمل معاك لهذا الاستضافه.